بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم زويسن أحمد، رئيس جمعية الملابس سوق دلاس للتجارة والتنمية. فيما يخص الحريق اللي وقع الأمس على الساعة، وأقول اليوم على الساعة وقيل 12، أنا ما أظن 12 ديال الليل، مشات ما بين 18 حتى 20 محل تقريبا. هذا هو هذو اللي شنا دابا في هذا الصباح، الإحصاءات اللي كاينه عندنا دابا، إحصاءات هذا الصباح ما يقارب 20 محل. الناس ضرت بزاف، الناس ضرت تمحنات بزاف. ها الدليل، لأن يعني الناس راه كاين مسكين اللي من ولا من نهارو ما عندوش قوت يومه ديال ولادو، هو صباح زيرو درهم. كاين اللي كان في راس مالو 10 مليون 12 مليون ولا عنده زيرو درهم، صباح ما كيكسب ما كيعلم، يعني ما عندوش غذاء ديال ولادو في هذا النهار. اما ما يخص الناس ديال فيما يخص الوقايه المدنيه، داروا واحد العمل جبار، كنشكروهم من هذا المنبر، كنشكروهم بزاف. لانه كون ما جاوش في الوقت هذا كانت غتمشي بزاف المحلات، كان يكون بزاف الاضرار ديال، غتكون ضرر للتاجر اللي ما عنده حتى شي تعويض وما عنده حتى شي. هاد الناس كيعانوا الويلات، راه ديما هاد الشيء هاد الحرق، راه قلت 19، هذا ما بين 18 حتى 19 حق في هاد السنه هادي، من النهار اللي تحطينا من 1984 ليومنا هذا تقريبا جيال 19 حق، ما كاينش تعويضات. لا ما شوف، ما نقدرش نقول لك، ما داك الشيء كاين الناس المختصين، انا ما نقدرش، حيت ملي كتجي راه كتلقى العافيه شاعله، شكون اللي شاعله الله اعلم، الله اعلم، ما نقدروش نحطوا شي حاجه على الباطل، ما نقدروش نحطوا على شي واحد. لا ما كاينش تعويض يا اخي، علاش كنقول لك انا راه 19 حرق ما يقارب دابا 19 حرق ما كاينش تعويضات. راه قلت لك من النهار كيطلع عندك زيرو درهم، وعاد عاوتاني وكل شيء، راه هذو اللي كنقول لك ما بين 8 ولا 10 مليون عنده ديال السلعه في راس ماله، وراه كلها كريدي، يعني غدا ولا بتغدا ما كيرحموش مول الكريدي اللي عطيه السلعه، راه ما كيرحموش، كتبقى ديما على دارو، راه ما كاينش اللي كاين. والسلام عليكم، كنشكركم، الله يجزيكم بخير. كتدي الاسامي، كاين اسامي فلان 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 ولد فلان بنت فلان ديال المحاماه، يرجعوا للائحه غيلقاو اسامي ديال الناس مستافدين، عائلات. ابو جمعه العنايه، كاتب عام جمعيه سوق دراس للملابس والحرفيين. كيف كتشوفوا معنا، ماشي اول حرقه ولا ثاني حرقه ولا 10 حرقه، يعني ولا عندنا هذا الشيء موسمي ولا روتيني. الا جينا نشوفوا كل عام فيه جوج ديال الحرائق لسوق دراس. سوق دراس هو عباره واحد المجموعه ديال الاسواق في 1984 حطوها هنا بواحد الورقه، يعني بورقه رسميه ديال السلطات اللي فيها اسم المستفيد ورقم البقعه والحرفه المزاوله من 1984 حتى 1096، يعني كان واحد الاحصاء عام على اساس انه يحصيو الحرفي. في 2000 اواخر ديال 2022 يعني استبشر التجار خيرا على اساس انه هذا سوق دراس غيتحيد من البراكه الى سوق نموذجي يليق بالتجاره ويليق بالحي الحسني، لانه الحي الحسني كيف ما نشوفوا اليوم راه قطب مالي وحضاري دولي، راه ما بقاش الحي الحسني، راه يعني حشومه وعار انه تبقى فيه هاد البؤره هذه في سوق دراس. قلنا في 2002 استبشر التجار خيرا على اساس انه هذا السوق يتحول، ولكن مع كامل الاسف هزوه من التجار الاصليين اللي البراكه اللي عانوا من 1984، باعوه بطريقه ملتويه، خداه باك صاحبي. وهنا هذا الشيء كيحيل لنا على الملف ديال المحاماه، نجيو لهاد الاسامي ديال التجار، ديال الناس اللي استافدوا، اللي ماشي من حقهم يستافدوا، كنلقاو اسامي بالعائلات. انا اتحدى ايا كان يرجعوا اللائحه فيها اسامي ديال العائلات. كاين اللي عنده خمسه سته المحلات باسم عائلي. اذا هذا الشيء اللي وقع في سميتو راه ماشي جديد. حنا بالنسبه لنا حنا سوق دراس ومقاطعه الحي الحسني ماشي جديد، كاين يشوفوهم كيستافدوا بالجمله. يعني هذاك السوق اللي كان فيه
على حسب اللي ما كيقولوا 640 محل اللي بناوه تماك باعوا فيه كامله، بقى فيه 90، باعوا فيه 291 محل بطريقه ملتويه، يعطوهم الناس خداو كيف حنا كانوا قلنا نخلصوا 35000 درهم، والناس اللي جاو دخلاء اللي ما عندهمش علاقه، لا علاقه لهم لا بالتجاره لا بالراكه لا بسوق دراس لا ب 1984، حتى هما خداو 35، عطاو 35000 درهم من الفوق ومتحت الطبله. ما راه ما يمكنش، راه مستحيل انه شي واحد يجي وياخذ محل ديالي انايا وياخذوا هكاك لله في سبيل الله. فمن هذا المنبر نناشد جميع السلطات الحيه ونناشد الناس اللي عندهم غيره على المنطقه وغيره على الوطن، هادشي حشومه وعار انه كل عام كنتحرقوا ثلاثه ولا جوج المرات. فهاي الخسائر كتشوفوها، والحمد لله على لطف الله ان ما كاينش خسائر جسديه كما نقولوا، كاين خسائر ماديه وكبيره بزاف. جول حوالي 20 محل تقريبا اللي تحرقات في 12 الليل ونص البارح. يعني بالمناسبه كنشكروا يعني الوقايه المدنيه اللي فعلا دارت واحد الدور جبار، وكذلك السلطه المحليه اللي كانت حاضره البارح، ويعني الامن الوطني وكاع السلطات المحليه كانت حاضره البارح في اي مكان. فمباشره نريد ان هذا السوق هذا يدار له حل، وحل جذري حشومه وعار بركه عندنا من 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 من, من هذا الشيء اللي داز. سوق داروا تباعوه جوج المرات كيدار في مقاطعه الحي الحسني اسواق على اساس انه باش يحيدوا هذه النقاط البؤره السوداء، ولكن مع كامل الاسف كيمشي يبيعوا على باك صاحبي وما خفيه كان اعظم. انا والله الا هادشي هذا كنربطو بهذاك الشيء ديال المحاماه، لانه كاين اسامي نعاود نقولها، كاين اسامي ديال اسماء عائليه في لا ليست ديال الناس اللي استافدوا. شكرا. باش ندير اللايف دابا ما سكتيت، دابا تنحط الرقم ديالك ولا شي حاجه ماشي مشكل. الله يرزقها من عنده والله يدير لها شي سعاده. فكنطلبوا الناس المسؤولين ماشي اول مره غتبان معايا في هذه ديما كتسال حوالي 20 محل تحرق من سوق دراس. معاه هو كيعاني ديما في الصبح، هذا الشيء كتمشي ليهم محلاتهم كتمشي ليهم الموظفين. معاك العشيه بركه الحريق خير وريحوا مع الشباب ديال الجمعيات.